إذن هذه عودة إلى الأستاذ زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي. مساء الخير أستاذ زياد. مساء النور، تحية طيبة أخي الكريم، وتحية للقناة وللمشاهدين الكرام. حياكم الله وأهلا بكم. ماذا يعني تأخر إقرار الموازنة المالية في البلاد بعد تأخر دام ل3 سنوات؟ كيف أثر ذلك على اقتصاد البلاد على نواحي متعددة؟ نعم، تحية طيبة مجددا. بالتأكيد يعني نحن نتكلم على مشكلة متراكمة، هذه نعم. ليست المرة الأولى التي يواجه بها العراق والاقتصاد العراقي تأخر إطلاق أو إقرار الموازنة. اليوم نتحدث عن تأخر للموازنة، انعكاساتها واضحة وكبيرة الحقيقة على الاقتصاد العراقي، انطلاقا من قدر يعني ضعف قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة للدولة، سواء من موضوع إدارة دفع الرواتب، الخدمات الأساسية، مثل ما ذكر التقرير في موضوع تمويل المشاريع والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. هذه الحقيقة احنا من نتكلم على هذه المسألة تتعلق بجميع المفاصل، سواء حتى السياسية، الخدمية، الاجتماعية، سميها ما شئت. لذلك اليوم نتكلم على بلد شبه مشلول في هذه الناحية بسبب عدم وجود الموازن. نعم، هناك إيرادات ضخمة من مبيعات النفط، لكن كيفية إدارة هذه الأموال، كيفية صرفها، التخطيط لهذه المسألة، هذه المسائل حقيقة رئيسية ويعمل بها في جميع دول العالم، لكن التجربة العراقية للأسف لا زالت الحقيقة قاصرة في هذا الجانب. طيب، هنا هل لجوء الحكومة اليوم إلى إقرار موازنة ل3 سنوات مقبلة الحالية وسنتين بعدها يعني خلاص البلاد من أزمتها؟ ما المخاطر المتوقعة والمترتبة على إقرار موازنات ل3 سنوات مقبلة؟ نعم، احنا اذا نتكلم على المقترح مشروع الموازنه الان هو يتكلم على 3 سنوات، لكن السنه الاولى راح تكون هي السنه المهمه او اللي هي السنه الملزمه. نعم. والسنوات الاخرين السنتين الثانيه والثالثه راح تكون يعني سنوات تخطيطيه ممكن احداث فيها نوع من يعني التعديلات، لكن بشكل عام اقرار الموازنه بالتاكيد هو يعتبر خطوه بالاتجاه الصحيح، لكن هذا ليس بالضرورة سيؤدي إلى حل المشاكل المزمنة والمتراكمة التي يواجهها العراق والاقتصاد العراقي والمنظومة الحاكمة اليوم. هناك طريق طويل أمام العراق، أشواط طويلة مطلوبة الحقيقة أمام العراق، ليست مجرد إقرار الموازنة ستحل هذه المسألة. هناك الحقيقة مشكلة في تحديد أولويات متطلبات البلد، كيف سيتم توجيه الإنفاق، هذه الميزانية التاريخية التي الموازنة التاريخية التي سيتم إقرارها قريبا، هذه تعتبر يعني موازنة ضخمة جدا، كيف سيتم إدارة يعني طيب. توجيه هذا الإنفاق، وبالتالي لدينا هناك الكثير من الخطوات المطلوبة ما بعد مرحلة إقرار هذه الموازنة. طيب، كيف ستحل الحكومة معضلة هذا العجز الذي يشكل اليوم 33% من حجم الموازنة وتريد أن توصل إلى 20%؟ يعني هي الحكومة الحقيقة ترغب، حكومة السودان والمالية ووزارة التخطيط ترغب بإقرار مشروع الموازنة كما هو دون تغيير، وبالتأكيد هذه معضلة كبرى. نحن نتحدث عن مشاكل بنيوية داخل يعني مشروع الموازنة، من راجع هذا المشروع يجد هناك الكثير من المسائل التي تحتاج إلى المراجعة. أولها سعر برميل النفط التقديري الذي تم وضعه 70 دولار، كذلك موضوع هناك أكثر من باب يجب تعديل المصاريف، لا سيما في جانب المصاريف الرأسمالية أو موضوع تسديد الديون، المصاريف التشغيلية كذلك، الموازنة التشغيلية هناك أكثر من بند تم تحديده من قبل اللجنة المالية وحدد كذلك المطلعين والخبراء يعني الاقتصاديين، تم تحديد الكثير من الفقرات التي يجب تعديلها بشكل عاجل، ولا يمكن تمرير الموازنة بهيئتها الحالية، إنما يجب تعديلها حتى يمكن الحصول على موازنة مقبولة نوعا ما للمضي قدما لإقرارها. طيب، عدم إصدار موازنات الأعوام السابقة إلى أي مدى يضع الحكومات على طائلة المساءلة والاتهام ويؤثر على شفافية الحكومة ومن سبقتها من حكومات قبلها؟
تأكيد. يعني مسألة الشفافية أخي الكريم، هذه إحدى المعضلات وإحدى المشاكل المشخصة أو السلبيات المؤشرة على الحكومة، الحكومات العراقية المتعاقبة من بعد 2003 لحد اليوم. بيئة عدم الشفافية هي بيئة مناسبة حقيقة للمنظومة الراعية للحكومات، يعني دعنا نسمي الأمور بمسميات، منظمة يعني منظومة الفساد، المنظومات المسلحة، وباقي المنظومات التي ربما لا تعمل باتجاه دعم الاقتصاد، دعم قوة الدولة. هذه المنظومة الحقيقة يناسبها وجود بيئة عدم شفافة، يعني بيئة غير شفافة، وجود فيها نوع من الغموض حتى تتحرك بحرية وبراحة، بعيدا عن الرقابة، بعيدا عن المتابعة، بعيدا عن التدقيق. وهناك مؤشرات واضحة حول هذه المسألة، يعني نجد أن هناك ديوان الرقابة المالية داخل العراق، وهذا أحد يعني المؤسسات المهمة والحيوية الحقيقة، تم تعطيل دوره داخل العراق. لا دور له اليوم. كذلك موضوع دور المفتش العام في كل الوزارات. فلدينا مؤشرات واضحة أن المنظومة تعمل بنظام لا شفافية، لا نستطيع أن نعلم ما يحدث خلف الأبواب المغلقة لهذه الحكومة. طيب لماذا تغلق الحكومة الأبواب على نفسها من تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد وتقتصر فقط على النفط؟ يعني احنا اذا اخذنا بحسن النية الكلام الجميل والطرح المقبول الذي يقدمه رئيس الوزراء الشيع السوداني حول تنمية الاقتصاد وما الى ذلك، هذه ممكن ان ناخذها كمؤشرات ايجابية، لكن عندما ناتي على الارض نجد ان هناك الحقيقة هناك اسباب كثيرة بنيوية تؤثر على هذه المسألة. اول شيء يعني منظومة الفساد، هذه المنظومة تعتاش على مبيعات برميل النفط العراقي. نعم. إيرادات سهلة، يباع برميل النفط، وهناك أبواب كثيرة تأسست على مبيعات برميل النفط، وبالتالي تنويع مصادر الدخل وتحريك القطاع الخاص والاستثمارات والقطاعات الخدمية الأخرى، هذه ستقلل الحقيقة من فرصها للانتشار وللسيطرة ولديمومة عملها. كذلك هناك موضوع عدم الاستقرار السياسي والأمني، هذه مسألة واضحة الحقيقة من عام 2003، هذه كلها لا تشجع على الحقيقة جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، والنهوض بالقطاع الخاص ومشاريع التنمية والصناعات وما إلى ذلك. فهذه من الأسباب الرئيسية. لدينا السبب الرئيسي كذلك هو سوء الإدارة والبيروقراطية. لا زال العراق يتصرف ويعيش ويعمل كما في منظومة الخمسينات والستينات، وهذا لا يناسب اقتصادات اليوم، لا يناسب الاقتصادات الحديثة والقطاع الخاص الحديث الذي يتطلب مرونة في الحركة وسهولة وتسهيلات كثيرة. هذه الحقيقة، هذه العوامل كلها ضاغطة وتعوق يعني تنويع مصادر الدخل ابتعادا عن النفط. طيب هنا على المستوى الموازي، هل ترى أن الحكومة يمكن أن تنجز شيئا باستعادة الأموال العراقية المنهوبة في الخارج؟ وهل تجد أن السوداني لديه الجدية وآليات محاربة الفساد؟ نعم، يعني نفترض جدلا وبحسن نية مرة أخرى أن للسوداني وللحكومة العراقية الحالية الرغبة والأولويات ووضع الأولويات في هذه المسألة. نعم، لكن عندما نتكلم على الآليات، نتكلم على الوسائل، نتكلم على الأدوات التي لدى الحكومة، نجد أن هذه المسألة حقيقة مرتبطة بوضع العراق الإقليمي والدولي. ما هو دور العراق اليوم؟ تأثيره للأسف هو تأثير ضعيف، وبالتالي قدرة العراق في هذا الجانب لا زالت قدرة ضعيفة وقاصرة على استرداد يعني سواء الأشخاص سواء المبالغ أو رؤوس الأموال التي تم تهريبها خارج البلد. لكن ربما على المستقبل ربما يحدث نوع من الانعطاف في هذه المسألة عندما يتحسن وضع العراق الخارجي. نعم. من لندن الخبير الاقتصادي الأستاذ زياد الهاشمي، شكرا جزيلا لكم.